تنشغل قوات الشرعية في حربها مع الميليشيا، فتطل القاعدة برأسها من جديد. مدينة عزان بمحافظة شبوة للمرة الثالثة في قبضة القاعدة. ظلت للسنوات الأخيرة تتخطفها الجماعات المسلحة. في 24 من مارس من عام 2011 تحديداً أثناء الثورة الشبابية، سقطت في أيدي القاعدة عقب انسحاب مفاجئ للوحدات الأمنية منها، ليتم إعلانها إمارة إسلامية بالتزامن مع سقوط مدينة زنجبار بمحافظة أبيان. بعد سنة ونصف غادرها مسلح القاعدة بوساطة قبلية، حاملين معهم كامل عتاد معسكرات الجيش هناك نحو أماكن متفرقة في شبوة ومحافظات أخرى. هذا الانسحاب لم يلبث طويلا حتى عادت إليها الجماعة مرة أخرى في نهاية عام 2013، واستمرت إلى مطلع مايو من عام 2014 بعد حملة عسكرية وجه بها الرئيس هادي بقيادة وزير الدفاع آنذاك محمد ناصر أحمد. هكذا كان الوضع أثناء وجود الدولة، فكيف بانهيارها؟ بضعة أفراد من اللجان الشعبية فقط هم من يحفظون الأمن بالمدينة، وهو أمر يجعل عودة القاعدة إليها ممكناً وسهلاً. وفعلاً هذا ما حدث. خلال الساعات الماضية انتشرت دوريات لمسلحي القاعدة في الشوارع لتسيطر عليها للمرة الثالثة. حالياً تحارب الشرعية في جبهتين، الأولى أنصار الله الجماعة المسيطرة على العاصمة صنعاء ومفاصل الدولة المغيبة، والأخرى أنصار الشريعة المتمثلة في شبوة وحضرموت. وبين الأنصارين رئيس مخلوع يتحكم بالطرفين كما يقول مراقبون. تضعف الدولة وتغيب عن الخارطة فتنشط الجماعات الخارجة عنها، فكيف إذا كانت غائبة أصلاً؟